في آسيا. أصحاب الأرض كانوا السباقين في شن الهجمات والضغط على المرمى. ناثان كان قريبا من وضع الريان في المقدمة، لكن رأسيته وجدت عبد الله المعيوف في طريقها. رد الهلاليين جاء عبر نواف العابد الذي سدد كرة بيسره أنقذها عمر باري. وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق أحرز نيكولا ميليسي هدف السبق للزعيم الهلالي مستفيدا من خطأ لحارس الريان. في النصف الثاني بدر الريان بالهجوم وتمكن من إدراك التعادل عن طريق سيباستيان سوريا في الدقيقة 55. بعدها بأربع دقائق فقط منح تباتا التقدم لأصحاب الأرض من تسديدة رائعة سكنت شباك الحارس معيوف. خريبين عاد ليعادل النتيجة للهلال في الدقيقة 66 بعد متابعة ناجحة. الريان حاول أن يعود للتقدم لكن تسديدة نيكولا ميليسي منحت الأفضلية للضيوف مرة أخرى ليوقع اللاعب على هدفه الشخصي الثاني في المواجهة. الرهيب عاد للمباراة مرة أخرى بهدف سيرخيو غارثيا الذي أسكن الكرة بيسراه في الشباك الهلالية قبل نهاية المباراة بثمان دقائق مضيفا الهدف الثالث للريان. كانت للسوري عشرين زعامة الهلالية الهدف الرابع في بلوغ ثمن النهائي. هارد لك الجمهور ريان، هارد الإدارة جهاز فني، هارد لك شخص عازرنا. كان ودنا نحن نسعدهم لكن قدر الله ما شاء فعل، أدينا اليوم لعب المباراة، استقبلنا، كنا يعني ما قدرنا نحافظ على الأهداف اللي احنا نسجلها. الحمد لله على كل حال عيد وكرر ان خروجنا من البطولة ما كان من هالمباراة. انا اشوف الوحدة اللي كانت تحسم. سعيدين جدا بهذا الفوز، الحمد لله على كل حال. مبروك لنا كهلاليين وجميع الجماهير الهلالية. مباراة كانت ممتعة مثيرة، الريان يبحث على الفوز، يعني حتى التعادل ما هو في صالحه، وإحنا أيضا كنا نبحث على تأكيد في المركز الأول له أفضلية يمكن يلعب على الأرض، إلا إذا قبلنا يمكن فريق إيراني تجد مباراتين كلها خارج أرضنا. بأربعة أهداف مقابل ثلاثة حسم الهلال مواجهته مع مضيفه الريان القطري معززا موقعه في صدارة المجموعة الرابعة. هاشم السادة بي إن سبورتس الدوحة.